السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا في بريمارك لفة يعني هكاك الحويج ديال الدراري الصغار، مازال الصولد شوية ولكن ما كاين صولد. هاد البلاصة كل هاد الجناح كله ديال الأطفال. طبعا أنا غير جيت ندير لفة، بنتي مشات تشري لأولادها وأنا بغيت نشوف شوية. الناس كتير اليوم، ما نعرفش نصور لأن كاينين الناس بزاف ما كتعرفهمش من كيخرجوا لك، يمكن اخر صلد هو هذا. ف الناس كثيره، هادشي كله ديال الاطفال. هذو بيجامات الأطفال أيضا، هذو الأولاد. حوايج زوينين صراحة، خلقت منا شوية. هذا المشطة دايرة 3 أورو، سبحان الله في المنز تلقى الناس. هذا لوك ثاني، عندي 14 أورو. هذا بيجامات الموضة اللي كاينة هاد العام. طبعا هنايا شوية خاوي، أما بلاصة العيالات ما عرفتش نصور نهائي.
عامر بزاف 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 لدرجة انه ما كاينش شي لقطة اللي تكون بلا ما تصوري. هادي دايرينها بروموسيون 5 يورو. هذا تاع 10 اورو. هذو كاينين اللي فيهم الصلب وكاينين التيشيرتات طبعا 50. الحوايج ديال البنات اكثر من ديال الولاد. شوف الناس اش دايرين، كيجيو يقلبوا ويرميو في الارض. هاد البلاصه ديال الصلب كلها هي اللي كتكون هكا، غير كيجيبو ويرميو. انا والله ما نقدر ندير هكا. الله هادو ديال الاولاد، ديال الاولاد داكشي قليل ماشي بزاف. هاد البلاصه كلها تقريبا شويه اللي فيها ديال الاولاد وكلشي بنات. هادي بخي مارك عندنا لياج، هادشي كلشي. بنات يا بنات يا بنات يا بنات، ملي كنشوف شي واحد كنهبط. هادو الولاد، جنات الأولاد. ديال الكبار شويه، هنا بداو بزاف الناس. ها 20 اورو. ناس كثيرة. هنا كاينين بيجامات حتى هما. هادو ايضا بيجامات، هادو ديال الولاد. هذه كلها ولاد صغار. طبعا غير سروال اللي ب4 اورو، وكاينين لا ماشي سروال. هاد الكسيوات اللي ب4 اورو دايرينهم صلب. هذا صلب.
دخلنا في ال ديال الوليدات الصغار، هادو البنيات الصغار. هادو بحداشر أورو، هاد الكري غوز. هذه كل منطقة ديال الدراري صغيورين ديال الزيادات. طبعا وليد بنيات بزاف، اغلبيتهم بنات. عاد من لوط كوتي كاين الجهه الثانيه كاينه البناء الاولاد، ولكن البنات دائما غالبين على الاولاد. يلا هنشوف الى عرفت نسجل شي حاجه في ديال نسوان. هادو كلهم بنات اولاد. لا هادو اولاد، هنايا كاينين الاولاد وكاينين البنات. يلا نخليكم، ساعود اليكم ان شاء الله.